من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه يا رب. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، غادي نوجد معكم اكله سريعه خفيفه. غادي نوجد معكم السمك في الفرن او الحوت في الفرن. انا اليوم اختاريت سمك البانيكا، سمك اللي قليل فيه الشوك على حساب الاطفال. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، تخليوا لي التعاليق ديالكم. وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المقادير الكيلو ديال السمك، اي نوع ديال السمك عندكم. انا هنا خديت كيلو ديال البانيكا، قزبر ومعدنوس، حامض مقطع شرائح مصير. غادي نحتاجو شرائح ديال الطماطم او اللاماطيشه اللي قطعتها على هذا الشكل. غادي نحتاجو الفلفله حلوه اللي قطعتها على هذا الشكل. غادي نحتاجو عصير حامضه، الزيتون اي نوع بغيتو، شرائح ديال الحامض مصير، والثومه كذلك. اول حاجه غناخذ واحد البول اللي باش ندير فيها الشرموله ديالنا. غادي نحك الثومه، الحوت كيبغي الثومه، ندير تقريبا 3 الفصوص او 4 ديال الثوم. درت 4، غادي ندير القزبر ومعدنوس والحامض مصير. غادي ندير عصير حامضة، غادي ندير التوابل. عندي الملحه، الكركم اولا الخرقوم البلدي، عندي سكنجبير، عندي البزار، عندي الكمون، وعندي التحميره اولا البابريكا. وغادي ندير الزيت البلديه، غادي نخلط مزيان هاد الشرموله. وغادي ندير فيها، غنتبل هاد السمك اللي عندنا.
غادي نحاول نتبلو كامل. بعد ما تبلت السمك ديالنا غادي نحطو على جنب وغناخد واحد المول اللي كيدخل الفرن. انا خديت هاد المول غادي ندهنو بشويه الزيت البلديه وغادي نحط فيه هاد السمك ديالنا على هاد الشكل. على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ونفس الشرمولة اللي عندي غندير فيها الفلفلة. غادي نتبل الفلفلة ديالنا حتى هي وغادي نحاول نديرها في المول على هذا الشكل. غادي ناخد مطيشه حتى هي غادي نحاول نخليها تشرب حتى هي شويه لاصوص كيف ما كتشوفوا. انا راه كنخدم بايدي
اللي بغى يدير الحار يديرو، انا ما درتوش على حساب الوليدات ديالي باش حتى هما ياكلوا معايا. هنا بعد ما كملت طماطم اللوماطيشة غادي نضيف زيتون احمر، ممكن ديروا اي نوع ديال الزيتون بغيتو. غادي نضيف شرائح من الحامض، غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، شويه الزعتر مطحون. غادي ندخلوا المول ديالنا للفران ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بعد ما خرج من الفران، باقي سخون. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، جربوها تخليوا لي التعاليق ديالكم. بغيت نشكر الناس اللي كدعم قناه مطبخ محمد الوجين، نقول لهم شكرا على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم، على اللايكات وعلى الاشتراكات ديالكم معايا في القناه. والناس اللي اول مره كتشاهد القناه كنقول لها مرحبا بك معنا في قناه مطبخ محمد الوجين. ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما جديد القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.